كذلك من فوائد الإيمان بالقضاء والقدر أن الإنسان لا يجزع إذا أصابته المصيبة، لا يجزع، لأنه يؤمن أنها بقضاء الله وقدره، فهذا يسهل ملاقاة المصائب، ولا يجزع الإنسان، لا يلطم الخد ولا يشق الجيب ولا يدعو بدعوى الجاهلية، وإنما يصبر ويحتسب، كما قال تعالى: الذين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذا أصابتهم مصيبة ما يلومون أنفسهم ويقولون حنا للسبب وإن اللي لا، يرضون بقضاء الله وقدره، وأن المصيبة تبي تحصل، رحت ولا ما رحت، المقدر بيحصل، إنا لله وإنا إليه راجعون. في الحديث الذي سمعتم: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما، أو في رواية قدر الله وما شاء فعل. فهذا يهون على الإنسان المصائب ويرضى ويسلم بقضاء الله وقدره.